شكرا فخامة الرئيس. حط الكلمة إلى أخي فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، صاحب الفخامة السيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، رئيس الدورة العادية 30 للقمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، صاحب المعالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أيها السادة والسيدات، يطيب لي أن أتقدم بإبلاغ عبارات الشكر والامتنان إلى أخي خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي الشقيق وحكومته على ما أحيطنا به والوفد المرافق لنا من حسن استقبال وكرم ضيافة، مثمنا مبادرة جلالته بالدعوة لهذه القمة الطارئة، وهي مبادرة تؤكد من جديد سعيه الدؤوب إلى تنسيق المواقف بين بلداننا الشقيقة وحرصه على توحيد الصف العربي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، تواجه أمتنا العربية منذ فترة تحديات أمنية كبيرة تجسدها الأعمال الإرهابية التخريبية والصراعات المسلحة التي يشهدها العديد من بلداننا العربية، والتدخلات الأجنبية التي ترعي الفتنة وتذكي نارها بتسليح وتدريب مجموعات متطرفة دمرت أوطانا وشردت شعوبا عربية كانت آمنة. وقد تعاظم اليوم خطر الأنشطة الهدامة من خلال المحاولات المتكررة لزعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي، أكثر المناطق العربية أمنا وأشدها حساسية بحكم موقعها الاستراتيجي وما حباها الله به من ثروات في مجال الطاقة. لقد تجلت خطورة تلك الأنشطة في مشهدها في الأيام الأخيرة من اعتداءات إرهابية جبانة استهدفت أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم الهجوم بطائرات مسيرة مفخخة على مواقع حساسة في المملكة العربية السعودية، وتعرضت سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لأعمال تخريبية. إننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية نعبر عن دعمنا القوي ووقوفنا الحازم إلى جانب أشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وندين بشدة الأعمال التخريبية الجبانة التي عرضت انتظام إمداد أسواق النفط العالمية والملاحة الدولية في الخليج العربي للخطر. إننا نهيب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر سلبا على المنظومة الاقتصادية الدولية وتزعزع الأمن والاستقرار في منطقة تغطي جل احتياجات العالم من البترول، وهو ما يتطلب التصدي بحزم وقوة للجماعة الإرهابية التي تقف وراء هذه الأعمال ومحاسبة القوى الداعمة لها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إن هذه الاعتداءات الآثمة لم تستهدف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل استهدفتنا جميعا نظرا لما تمثله منطقة الخليج العربي من أهمية استراتيجية واقتصادية بالنسبة لنا وللعالم، ولما
ولما تنهض به المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من دور فعال في دفع عجلة التنمية في البلدان العربية. إن واجبنا القومي يفرض علينا رص الصفوف للتصدي معا لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة الذي يعتبر أساس أمننا القومي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إن أمتنا العربية تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تدعونا إلى تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ قواعد التضامن والإخاء بين بلداننا لمواجهة الأخطار ورفع التحديات. فأمتنا بحكم المعتقد والتاريخ أمة سلام ومودة وإخاء، لكنها في ذات الوقت أمة عزة وكرامة، ولا سبيل إلى صون عزتها وكرامتها إلا بالمحافظة على أمن واستقرار بلداننا وتحقيق نهضة شاملة تستجيب لتطلعات شعوبنا إلى المزيد من التنمية والرفاه. والله أسأله أن يمن على وطننا العربي بالأمن والاستقرار، وأن يحميه من الأطماع الأجنبية، وأن يكدل أعمال قمتنا بالتوفيق والسداد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.